سؤال تاني، صلاة النعل، بصلي في نعلي بس ببص عليه ومعرفش يعني هل تعلقت فيه طهارة أو هو عفوا نجاسة أو هو حكم الصلاة في النعل. حكم الصلاة في النعال؟ حكم الصلاة في النعال مع إني لا أعرف طهارتها. لا بأس، الصلاة فيها صحيحة. سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.